السيارة اللي كنا بنجربها في تسارع وسرعة، غير كذا فيها نعومة السيارات الأمريكية. يعني أنا ما شفت مستقيم، السيارة حلوة، السيارة ثابتة ناعمة. لما جربتها الفرامل كذا مرة ورا بعض، فرامل قوية، تشوف السيارة تسخن الفرامل طبيعي، لما بتسخن بتضعف. كان لا بأس بها جدا، يعني بالعكس كانت فرامل ممتازة. الكاليبرات الفرامل بريمبو اللي نفس اللي تدي شركة فراري والسيارات الرياضية، طبعا المكيف ما شاء الله بارد، مكيف تكييف أمريكي بارد، السيارة حلوة، السيارة ناعمة. هي يمكن عملية طبعا اللي حابب إنه تكون السيارة ما هي فيش تيل أو الهابي تيل من وراء، ما أنصح إنه يديها بنزين في الملفات. خطوط مستقيمة حلوة، راسية السيارة لحد ما يمكن تتأثر بشيء بسيط أحيانا في إذا في تراب على الجنب يمين أو شمال، بعث البنزين بسيطة، السيارة بتأدي الغرض بزيادة. وخط مستقيم أحلى ما يمكن. يعني الحين أنا بس نزلتها شوية من الأم للدي العادي، السيارة ابتدى ردة فعلها تصير أنعم من أول بكثير. يعني أول كانت لا ردة فعل قوية وقوة، يعني راح تحس العزم حتى كده بينتر السيارة، ويخلي الواحد كل شوية بنط لورا ولا قدام بعفاشة شوية. الحين الحين ردينا لا، صار الحين التعشيق أنعم بكثير، هو بهدوء. طبعا ما ننكر في عزم كبير على السيارة، في الماكينة موجود قدام، ما في الإلكترونيات الكثيرة اللي بتهذب وبتنعم ردة فعل السيارة، لكن الغرض إنه الواحد هو بنفسه ممكن يتحكم في السيارة بطريقة سواقة. يعني دعسة بنزين بسيطة زي بنزين هذا، السيارة قايمة من أحلى ما يمكن. دعسة بنزين الواحد يتحمس شوية، دعسة بنزين قوية، النتيجة زي ما كنا بنشوف. التكييف أنا بصراحة معجب فيه، يعني عقد اليوم حر وصيف جدا يعني، لكن التكييف ما شاء الله من أحلى ما يمكن. والسيارة فيها قزاز كتير، يعني جرين إفكت حق السيارة، قزاز هنا قزاز كبير، قزاز هنا كبير، ورا فتحة السك حتى كمان، يعني في فتحة السك موجودة فيها تندا. السيارة من أحلى ما يمكن، يعني التبريد ما شاء الله تبريد بارد وتبريد لذيذ في السيارة.